السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمير تعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا فيديو رقم 2 من الدورة ديال الشروحات ليكسبليكاسيون ديال كاع لي كونط اللي عندنا في لو بلان كونطابل اللي متعلقين بلا كونطابيليتي جينيرال الاس 1. ملي نوصلوا الاس 2 نستمروا بنفس المنهجية. مي تنقولوا شروحات ماشي غير كنشرحوا واحد لو كونط او بيان كنقارنوا ما بين دو كونط، لا كنشرحوهم وكنديروا لهم لونغيستغمون كونطابل ديالهم، لو غون ليفر ديالهم، لا بالونس. اذا كان ان كونط كينتمي لو بيلون كنصيفطوه في الاخر العام لو بيلون دو كلوتور. اذا كان عندي ان كونط كي ديال لي شارج او بيان لي برودوي كنصيفطوه في الاخر العام لو سي بي سي سو فورم دي بوست. لو سي بي سي كنستعملو فيه غير لي بوست، اما البيلون دو كلوتور كنستعملو فيهم لي كونط. سي بون. دونك هاد الدوره هادي مبنيه على دي ريبونس، على دي كيسيون شي كونط ما فاهمينوش كتخليوه ليا في دي كومونتير كنشرحو لكم عن طريق دي فيديو. الى عجبتكم هاد الطريقه خليو ليا في دي كومونتير باش كنستمروا ان شاء الله باذن الله. دونك شنو قلنا، اي فيديو غيهبط في هاد الدوره عباره على واحد الجواب مبني على تساؤلات ديالكم. سي بون. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غنشوفوا دو كونط. من الشوفه الاولى تيبانوا لنا ساهلين، الا سولتك مارشانديز غتقول لي واحد السلعه واخا، واذا سولتك اشارد مارشانديز غتقول لي شريت سلعه. دونك الصعوبه ديالهم راه ماشي في المعنى او بيان شنو هي مارشانديز او بيان اشارد مارشانديز، لا الصعوبه ديالهم هي ديك المراحل ديال لونغيستغمون كونطابل ديالهم، من لو بيلون دوفيرتور حتى لو بيلون دو كلوتور. هادشي الا كان ان كونط كينتمي لو بيلون. عاوتاني الا كان ان كونط واحد لا شارج او بيان برودوي، من لو جورنال ديالو نهار الاولاني حتى لو سي بي سي ديالو اش من بوست كينتمي ليه. سي بون. ولا طلب منا داك لو بوست واحد لا فورمول خاصنا كيفاش نصايبوها. هادشي كامل كينطابق على لو جورنال لو غون ليفغ لا بالونس اي لو سي بي سي او بيان بيلون دو كلوتور. سي بون. الصعوبه ماشي شنا هما المعنى ديال هادو، الصعوبه كيفاش تكتب هادشي لو كيتا لونجيستغمون كونطابل. سي بون. دونك اوتوماتيكمون عندي ان عندي المارشانديز وعندي اشار د مارشانديز. شنو الفرق بيناتهم؟ دونك اشار مي تنقولو شنو الفرق بيناتهم في لونجيستغمون كونطابل. دونك اشار د مارشانديز اوتوماتيكمون الا سولتك غتقول لي واحد لو ستوك. دونك عندي سلعه عندي في المكازا بديت بها النهار الاولاني، دونك عندي واحد لو ستوك كاين عندي في لو بيلون دوفيرتور كيتسمى ان ستوك انيسيال. سي بون. اوكي، واحد 10000 درهم ولا 20000 درهم القيمه ديال لو ستوك د مارشانديز كان عندي بديت به النهار الاول باش كريت لونتربريز ديالي. سي بون. ان ستوك انيسيال في الاخر ديال العام راه اوتوماتيكمون انطلاقا من دي موفمون دي زوبيراسيون ديال لاشا راه اوتوماتيكمون داك لو ستوك انيسيال كيتغير تيولي عندي ان ستوك فينال في لونتربريز في لو بيلون دو كلوتور. لان شنو قلنا، هذا واحد لو كون ديال لا كلاس رقم 3 مارشانديز ستوك دو مارشانديز كيتسكيب في لو بيلون. سي بون. دونك عندنا لو ستوك انيسيال في لو بيلون دوفيرتور وعندنا لو ستوك فينال في لو بيلون دو كلوتور. ولكن الصعوبه فين كاينه، هو اول حاجه ملي كنلقى عندي واحد لو مونطون ستوك انيسيال يعني اوتوماتيكمون خاصني نحطو في لو بيلون. اش من بيلون؟ بيلون دوفيرتور. سي بون. انت حطيتيه في لو بيلون دوفيرتور، واش ما خاصك تسجلو؟ ضروري اوطون كو كونطابل باذن الله خاصك دير ليه لونغيستغمون كونطابل ديالو. سي بون. اول حاجه كندير لونغيستغمون كونطابل ديال هاد لو ستوك انيسيال في الجهه ديال الديبي. سي بون. اوكي. ثاني حاجه، واش كندوز هاد الانيولاسيون كونستاتاسيون؟ لا. ثاني حاجه كندير لو مونطون ديال لاشا دو مارشانديز، مثلا لو ان ان كان عندي ان ستوك دو مارشانديز انيسيال قيدتو في لو جورنال، في لو موا 5 عندي واحد لاشا عندي واحد الموفمون شريت سلعه غنقيد داك ليكريتور ديال الجورنال ديالها في لو موا 5. في الاخر ديال العام خاصني هاد لو مونطون اللي كنت بديت به النهار الاول واش غادي نمسحو بالكومه؟ لا، لو كونطابل ما كيسوبريميش، كيدير انولي و تي كونستاتي. شناهي انولي؟ يعني هذاك لو مونطون دو ستوك انيسيال اللي قيدتو في لو جورنال النهار الاول ديال لو ان ان خاصني انولي في لو 31/12 ان.
كيفاش نانيوليه؟ عن طريق واحد لو كونط فارياسيون دو ستوك. غنديرو اكزامبل وهادشي كلشي غيولي بزاف عندك. اوكي ها انت انيوليتيه، ها انت سوبريميتيه، ها انت مسحتيه، خاصك دير واحد لو مونطون جديد ديال الاخر العام. هذاك لو مونطون جديد ديال الاخر العام اللي هو لو ستوك فينال كتسمى هاد القضيه كونستاتاسيون، سي بون، عن طريق هاد لو كونط فارياسيون دو ستوك. سي بون، ملي كندير ليكريتور جورنال ديالي خاصني هاد لي كونط اللي عندك هضرتي عليهم كاملين نحطهم في سو فورم دي كونط شيماتيك في لو غون ليفر. موراها باش كنلقى لي سولد، واش عندي ان سولد ديبيتور او بيان ان سولد كريديتور في لا بالونس. سي بون، هاد لا بالونس هادي هو لو مونطو اللي تلقاه في لا بالونس باش كنلقاه لو بيلون دو كلوتور، باش كنحطو لو بيلون دو كلوتور. سي بون، سي بون. بالنسبه للشارج مارشانديز هي عباره واحد لاشارج كتنتمي لا كلاس 6، دونك اوتوماتيكمون لو كون ديالها 61 11. مثلا شريت سلعه بالقيمه ديال 40000 درهم، واش هاد 40000 درهم هي اللي غنكتبها في لو سي بي سي فهاد لو بوست هاد؟ لا، هاد لو بوست هذا كيطلب مني ملي كندير لو انجستمون كونطابل لو غون ليف لا بالونس كنجي لوكيت ديال لو سي بي سي، حيت هادي واحد لا كلاس 6 سي اون شارج، ما كنحطوش بيلون دو كلوتور، كنحطوها في لو سي بي سي. كاين بز مني خاصني نكتب هاد لو بوست اشا ريفوندو دو مارشانديز، واش غادي نحط فيه 40000 درهم اللي انا عندي هنايا؟ لا، خاصني نطبق هاد لا فورمول عاد نكتب لو مونطون الحقيقي ديال لاشا ريفوندو دو مارشانديز. سي بون، راه نفس المعنى، اشا ريفوندو دو مارشانديز هي بحال لي زاشا ديال لاني كامله، غير خاصني نقص جميع التخفيضات اللي استفدت منهم الوقيته ملي كنت كنشري السلعه من الفورنيسور، ونقص من هذيك لا فارياسيون دو ستوك، الفرق ما بين لو ستوك فينال و لو ستوك انيسيال. هادشي كاع اللي كنا سو فورم واحد ليكزامبل باش ما يبقاش عندنا مشكل. دونك عندي واحد ليكزامبل ديال واحد لونتربريز، النهار الاول باش كريت لونتربريز هاد الشركه هادي، النهار الاول ديالها اوتوماتيكمون كان عندها واحد لو ستوك انيسيال ديال مارشانديز اللي هو القيمه ديالو 10000 درهم. شنو قلنا ان ستوك انيسيال؟ يعني شنو واحد لو كونط ديال من ديال لو بيلون؟ اش من كلاس؟ لا كلاس رقم 3، لاكتيف سير كيلو، سي بون، 31 11. اوكي سيدي، بوندون لاني كامله مثلا في لو موا 5 شرات واحد اوتر مارشانديز، يعني كانت عندها باش باديه ب 10000 درهم، عاوتاني شرات واحد الموفمون واحد لاشر مارشانديز القيمه ديالها ب 80000 درهم، خلصاتها عن طريق ان شيك بونكير عن البنكة ديالها. سي بون، اوكي. نهار لو ستوك نهار لو 31 12 لقات هاد لونتربريز في الاخر العام ديالها لقات عندها 30000 درهم. سي بون، لو ستوك فينال. دابا مطلوب منك هالمعلومات عندك. اول حاجه كنسمع بان عندي ان ستوك انيسيال د مارشانديز، واش غنمشي لو جورنال نهار الاول؟ لا، غنمشي لو بيلون. ها لو بيلون ديالي، الناس اللي متبعين معايا الدوره ديال بريباراسيون لي زيكزام اللي درناها جديده مؤخرا وبديناها الكونطا جينيرال من الزيرو، راه عارفين شنو هو لو بيلون دوفيرتور. سي بون، كاع لي كونط اللي كتشوفوا حاليا هادو سو فورم دي روبريك، ها لو كونط ديالها، كاع لي كونط اللي درنا حاليا ودرنا دي زيكزومبل وحدين اخرين شرحناهم بالتفصيل الممل. حنا اللي حاليا بالنسبه لينا دابا هي ديك ستوك مارشانديز، فينا بلاصه في لاكتيف سير كيلو، اوكي، في الجهه ديال لاكتيف. هاد الباسيف منين جبتي فلوسك شنو درتي بهم في لاكتيف؟ سي بون، عندي واحد لو ستوك انيسيال اللي تبين نهار الاول القيمه د 10000 درهم. سي بون، دونك ها هو لو ستوك انيسيال، ها هو قيدتو في لو بيلون دوفيرتور نهار الاول باش كريت لونتربريز. سي بون، انا قيدتو في لو بيلون دوفيرتور، شنو هي المرحله اللي موراها؟ خاصني هاد 10000 درهم اللي عندي هنا خاصني نقيدها، ياك هذا لو ان 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 لو ان ان 2021 مثلا لو جورنال لو 1/1/2021 خاصني نقيد باننا ديجا عندي ان ستوك د مارشانديز. سي بون، لو كون ديالو 31/11، لاحظتي؟ هذا الشيء ديال البيلون دابا 31/11. سي بون، النهار الاول لو ستوك انيسيال القيمه ديالو 10000 درهم، حيت ملي تنقولوا لونجستخمون كونطابل كنبداو بليكريتور ديال الجورنال اي حاجه عندي في لو بيلون دوفيرتور، يعني الجهه ديال لاكتيف كامله كنحطها في الجهه ديال الديبي كلها في لو ان ان في لو جورنال، الجهه ديال الباسيف هذه كامله كنبدا بها النهار الاول في لو ان ان 2021 على سبيل المثال في الجهه ديال الكريدي ديال لو جورنال.
حنا اللي همنا كنشرحوا غير المارشانديز حاليا سي بون دونك اوتوماتيكمون درنا ها هي المارشانديز واخا 31/11 شحال المونطون اللي بديتي به 10000 درهم سالينا سالينا مو واش غندير لا كونستاتاسيون انولي دابا لا حتى الاخر ديال العام حتى لو 31/12 عاد انولي داك لو ستوك انيسيال ونحطو بلو ستوك فينال ولكن قبل من ما نوصل لو 31/12 كانت عندي واحد لوبيراسيون نهار 18/5 على سبيل المثال 2021 شريت سلعه القيمه ديالها 80000 درهم هادي سي اون شارج دونك خاصني نقيدها دونك لو كونط ديالها 61/11 اشار دو مارشانديز ها قيمه السلعه اللي شريتها سي بون شريتها باي وسيله شنو هو الغوسورس ديالك منين شنو هي الحاجه اللي مكناتك انك خرجتي منها فلوس باش شريتي هاد السلعه كانوا عندي فلوسي في البنكه وخرجتهم من البنكه دونك نحط لا بونك في جهه الكريدي ديال لو جورنال القيمه ديالها 80000 درهم برينسيپ ديال لا بارتي دوبل الشيء اللي تنقول كينطبق على المارشانديز و بيان الماتيير بروميير شي لو كونط ماتيير بروميير الا بغيتي حتى هو نشرحوه نشرحوه في فيديو انطلاقا من دي كيسيون ديالكم غير هو الشيء اللي تنقول دابا حاليا كيف ما كنديروا المارشانديز كيف ما كنستعملوا الماتيير بروميير الاختلاف بيناتهم هما لي بوست اللي كنحتاجوهم في لو سي بي سي سي بون سي بون دونك شنو قلنا احنا شرينا سلعه نهار التاريخ 15 ان سي بون تعلم كيفاش تقرا لو جورنال كانت عندي سلعه نهار الاول نهار 18/5 شريت حطها في الديبي شريت وليت كنملك شريت سلعه مارشانديز القيمه ديال 80000 درهم عن طريق البنكه سي بون نهار لو 31/12 ها هو دابا سال العام خاصني داك لو ستوك انيسيال ها تلاحظتي معايا هاد المارشانديز اللي كنت كنملكها بالقيمة 10000 درهم خاصني انوليها ملي تنقولوا انوليها يعني اي حاجة كانت عندي في الديبي غتولي في الكريدي لو كونترير لا كونتر باساسيون كتسمى هادي 10000 درهم كانت عندي في الديبي انا غنتفك منها صافي خرجتها سوبريميتها انوليتها غنحطها في جهة الكريدي قلبتها هادي في الديبي ها هي نفسها نفس لو مونطو حطيتو في الكريدي تاريخ ديال 31/12 ها هو سي بون ولكن شنو هو لو كونط اللي كيساعدني باش نقلب هذه القضيه هذه هو لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز بنفس لو مونطو ما تلفش غنديبيتي هذا لو كونط هذا فارياسيون دو ستوك مارشانديز 61/14 وغنكريديتي العكس كهذا كان عندي في الديبي هبطو الكريدي ها هو 10000 درهم من حد الان درنا والو غير انيولينا واحد لو ستوك كان عندي في الاول ديال العام سي بون كتسمى انولاسيون دو ستوك انيسيال نفس النهار لو 31/12 غنموديفي يعني كان عندي في الاول في الديبي 10000 درهم ها هو شحال ولا عندي ولا عندي 30000 درهم ها هي لو ستوك فينال وغنكريديتي هاد لو كونط هذا اللي كان عندي في الديبي غنحطو في الكريدي باش ندير انولاسيون سي بون بنفس لو مونطون فهمتي دابا ليكريتور جورنال ديالهم سوا ديال مارشانديز اشار دو مارشانديز واخا سيدي دابا درنا لهم ليكريتور جورنال ديالهم اوتوماتيكمون عندي خصني نحطهم في لو غون ليف كنجي لو غون ليف اول حاجه شنو عندي عندي اشار دو مارشانديز سي بون ماشي اشار مار سمحوا لي هذا ستوك دو مارشانديز 31/11 ان ستوك انيسيال هادشي كاع اللي كاتبينو في الجورنال غادي نشرحوه في لو غون ليف ان ستوك انيسيال كان عندي ب 10000 درهم فينا بلاصه في الجهه ديال الديبي ياك ها هو لو كونط ديالو ها لو كونط ديالو في الجهه ديال الديبي ستوك انيسيال سي بون اوكي سيدي نهار لو 31/12 شنو وقع سوبريميتو خرجتو انوليتو دونك حطيتو في الجهه الكريدي ها هي لو 31/12 هذا لو ان ان لو ستوك انيسيال ها هو خرجتو حيدتو عليا انوليتو سي بون وشنو غادي نحط عندي عاوتاني لو ستوك فينال فهمتي ها لو ستوك انيسيال ليكريتور ديالو ها الانيلاسيون ها لا كونستاتاسيون اوتوماتيكمون اش من سولد عندي كنحسب التوتال ديال الديبي والتوتال ديال الكريدي دونك 10000 درهم زائد 30000 شحال هي 40000 غنقص منها شنو غنقص غنقص هاد لو مونطون ديال 10000 دونك كتخرج عندي 30000 دونك ان سولد ديبيتور سي بون ديبي كبر من الكريدي يعني التوتال ديال الديبي كبار من التوتال كريدي دونك ان سول ديبيتور علاش كنحطو هنا جهه الكريدي باش كندير ليكيليبر باش كندير ليكيليبر 10000 زائد 30000 كتساوي 10000 زائد 30000 40000
سي بون دونك ان سول ديبيتور كنحطو في شي كريدي غير باش كنقاد ليكيليبر ما بين الديبي والكريدي سي بون دونك عندي لو ستوك انيسيال درت ليه انولاسيون كونستاتاسيون ديالو اوتوماتيكمون خصني عندي ان كونط شيماتيك في لو غون ليفر ديال 61/11 اشارط مارشانديز شنو درنا فيها شرينا سلعه تو سامبلومون بما انني شريت سلعه غنحطها في الجهه ديال الديبي هاي هاي في الجهه ديال الديبي سي بون اوتوماتيكمون اش من سولد هادي ان سولد ديبيتور اوكي سيدي ولكن اهم كونط اللي كلشي تينساه نص الطلبه كينساو خاصني ندير كونط هذا اللي ساعدني باش نقلب لا كونط باساسيون انولي كونستاتي راه سي ان فارياسيون دو ستوك واحد لو كونط حتى هو ما ننساش وندير ليه كونط شيماتيك ديالو في لو كون ليفر فارياسيون دو ستوك سي بون دونك نهار لو 31/12 ان شنو وقع هايا انوليت لو ستوك انيسيال و كونستاتيت لو ستوك فينال وعندي واحد ان سولد شنو هو 10000 صغر من الكريدي دونك الفرق بيناتهم ان سولد كريديتور ونحطو في جهه الديب سي بون ان سولد كريديتور ارانا مور لو غون ليف كتجي لا بالونس لا بالونس 31/12 ان ديال واحد لونتربريز على هاد الشكل اول حاجه كنكتب داكشي بالترتيب لو بلون كونطابل يعني كنبدا اول حاجه من لا كلاس اون وانا هابط بحكم كنشرحو دابا غير المارشانديز واشاق المارشانديز كنكتبوهم في لا بالونس كيفاش كتكتبو كنبدا اول حاجه بلا كلاس 3 عاد لا كلاس 6 عاد الى عندي شي حاجه لا كلاس 7 داكشي بالترتيب من 1 حتى 7 سي بون دونك دونك عندي ان ستوك د مارشانديز لا صوم بمعنى شنقصدو بلا صوم يعني تنقصد بها لو مونطون اللي كان عندي الاول ديال العام ان ستوك انيسيال وبشحال بقى عندي في الاخر ديال العام يعني المجموع بيناتهم 40000 ها هي سي بون يعني كنت كنملك 10000 وعاوتاني كنملك وعاوتاني وحده اخرى 30000 المجموع ديالهم هذه لا بالونس ا 4 كولون المجموع ديالهم 40000 سي بون سي بون انوليت 10000 ستوك انيسيال وفي الاخر كونستاتيت بانني عندي في الاخر ديال العام 31/12 كان ملك 30000 سي بون ستوك فينال اشارط دو مارشانديز شنو وقع فيها شريت سلعه سي بون دونك شريت سلعه وليت كنملكها غنحطها في الجهه ديال الديبي وفي الاخر ديال العام بشحال من سلعه كنتي شريتيها طوندون لاني كامله شريت 80000 فاهمين اوكي دونك ان سول ديبيتور هاي شوف معايا شوف شوف غنعاود لك انت هادي 40000 شوف معايا 40000 انت خرجت 10000 ها هي خرج 10000 وديبيتيت 30000 المجموع ديالهم 40000 اشاط مارشانديز ها هي حاطه في الديبي ها هي الديبي اش من سولد عندها ان سولد ديبيتور غنحطها في الجهه ديال الديبي ان سولد ديبيتور سي بون لا فارياسيون دو ستوك شنو فيها ها انت في الاول كان عندي ها هي انوليت 10000 سي بون كونستاتيت 30000 الكريدي انش من سولد عندها ان سولد كريديتور غنحطها في الكريدي ديال لو سولد ان سولد كريديتور سي بون سي بون دابا اوتوماتيكمون بما انه لقينا بان عندي لو ستوك فينال شنو قلت لو ستوك فينال ها هو لو ستوك فينال اللي هو 30000 هذا راه ما غنحطوش لو سي بي سي حيت واحد لو كونط ديالاش دو بيلون دونك غادي نافيكتيه ديريكتومون فين شحال كان عندي في النهار الاول كان عندي غير 10000 صافي نفس لو بيلون ديالنا طاو 10000 غادي نكتب شنو 30000 ولكن ا كونديسيون لو بيلون دو كلوتور تيكون فيه الريزولطا يعني التوتال ديال لاكتيف كامل كتقارنو مع التوتال الباسيف الفرق بيناتهم باش تقاد ليكيليبر هو الريزولطا الناس اللي متبعيني في الدوره اللي درناها جديده ما عندهمش مشكل في لو بيلون دوفيرتور دو كلوتور سي بون سي بون دونك اهم حاجه كتكون الريزولطا الدرس ديالنا حاليا هو كانت عندي في لو بيلون انيسيال 10000 في لو بيلون دو كلوتور ولات 30000 سي بون سي بون راه الناس دي دابا هاد اشاد مارشانديز و فارياسيون دو مارشانديز واحد لو كون دي شارج يعني شنو غادي يمشيو فين في لو سي بي سي كيفاش غنصايبهم في لو سي بي سي بهاد الطريقه هادي هاد لو سي بي سي هذا ما كنحطش هاد لو مونطون اشاد مارشانديز في الجهه ديال شارج ديكسبلوطاسيون لا ما كنحطش 80000 واخا راك شريتيها اشاد مارشانديز راه نفس المعنى اشاد فوندي دو مارشانديز غير هو خاصني نفهم الاختلاف بيناتهم الوقيته ديال الكالكول
دونك هاد 80000 غير شريت لو مونطون دي زاشون مارشانديز، ولكن لا فورميل كتقول ليا خاصني نقص منهم جميع التخفيضات الا كانوا معطيين ليا واحد ليكسيرسيس خاصني نقصهم سي بون لي 3 غابي غوميز ريسول اوبتوني. بما ان في هاد ليكزامبل عندنا زيرو كننقص منها موراها لا فارياسيون دو ستوك. لا فارياسيون دو ستوك شنو هي؟ لو ستوك فينال اللي هو 30000 ناقص لو ستوك النهار الاول اللي بديت به لو ستوك انيسيال، دونك 30000 ناقص 10000 هي 20000 كننقص منها 20000 سي بون. دونك هذيك 80000 اللي كانت عندي كوم اشا دو مارشانديز ناقص زيرو اللي هو لي 3 اوبتوني ما عنديش ناقص 20000 اللي هي لا فارياسيون دو ستوك، عاد باش كنلقى لو مونطو اللي غادي نحطو فلاشا غوفوندو دو مارشانديز. ما نكتبش هنا اشا دو مارشانديز، لا نكتب اشا غوفوندو دو مارشانديز 611 سي بون. اما واحد القضيه ديال لي كونت شيماتيك نورمالمون راه خاصنا نزيدو واحد لو كونت شيماتيك ديال لا بونك، بحكم ما بحكم حنا دابا حاليا غير كنشرحوا الفرق ما بين اشا والفرق ما بين اشا دو مارشانديز ولو ستوك مارشانديز اي لا فارياسيون دو ستوك باش ما درناش هاد لو كونت. اما نورمالمون خاصو يكون عندنا ان كونت واحد اخر هذيك اشا دو مارشانديز باي طريقه خلصتيها ان كونت بونكير، لو مونطون ديال 80000 في الكونت بونكير ديال لا بونك غيكون في الجهه ديالاش ديال الكريدي ديال لو كونت بونكير سي بون سي بون حاليا. دونك سي بون فهمتي دابا شنو هي لا فارياسيون دو ستوك وفهمتي شنو هو اشا فوند دو مارشانديز كنحتاجوها. دونك هاك نكتبو هنايا دونك كانش فوند مارشانديز جميع المبيعات اللي عندي ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون كنلقى الريزولتا ديكسبلوطاسيون، هادي اهم حاجه عندي في اونتربريز. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.